حاجة سعدية، عايز أبدأ معاك القضية من بدايتها بقى. أنت كان نفسك تطلعي عمرة. كان نفسي اطلع عمرة، وبقيت يعني اقول منين يا رب. فواحدة متجوزة جنبنا، يعني بينا وبينها شارعين كده، اسمها الجري. فنسألها ايه خالتك سعدية، ايه نفسها تطلع عمرة؟ قامت قايلة لي قامت جاية، خالتي سعدية انا عايزاك اطلعك عمرة. اخويا هناك عند واحد يعني مليونير، وله عيلين، عيل كان تعبان وتعب، وكان نادر له يعني نخف يطلع 15 نفر فمات. اما التاني كان تعبان، قال له قال نخف هطلع هعملهم برضه نادرهم، فهنطلعك منهم. قلت لها خلاص. قالت لي اعملي الجواز. عملت الجواز، قلت لها خدي جواز السفر. يعني قالت لي اعملي الجواز بس وهاتيه. قلت لها ماشي. عملت الجواز واديته لها، وجت يوم 2 رمضان قامت قايله يلا عشان ايه هتسافري. خلاص جهزت نفسي وايه، والواد ما جاش عند عند البيت بقى، انا ما اعرفوش. فقالت لي يلا جوزها جه. رجب. جوزها جه، قام قال ايه يلا عشان العربيه ايه جايه. طيب فين؟ قال له عند الجامع، عند الجامع الكبير بتاعنا. رحنا عربيه ملاك صغيره، الواد راكب قدامها وهو السواق. فبعدين اما اللي هو اسمه ايه؟ عبد الله. عبد الله اللي هو محبوس دلوقتي. ايه. قام تاني قام واخدين الشنطه بتاعتي وقاموا ايه حاطينها. ف انت واخده شنطه كده؟ انا مش واخده شنطه، بس طيران ليا. لان كان 14 يوم اللي هقعد. وشويه اكل واخدهم برضه. فقام قايل لي جماعه عندنا هنا بيقولوا ايه، حد يروح معاه؟ قام قايل لا، ده في واحد طالع معاها راجل كبير هيطلع معاه. طيب اللي راجل كبير والله يا استاذ وائل قام واخد بعضه، شفت زي ما تكون الارض وانشقت وبلعته، بقى طاير. اللي رايح المطار دي يطلع من على المنصوره ولا من على المحله من ناحيه التيره، شرد من الغيطان بالعربيه. بالعربيه. الله، انا توهمت ان بتاع ده، بصله كده مستغرب. لحيت ما طلع ايه يعني قبل ما يحصل مصر بمده شويه كده. فقام واقف جنب عشه كده، احنا هنشرب شاي. كان معايا قرص، اديت لهم كيس قرص هو والسواق واتنين كنز اللي هي كاكولا. كان معايا والله ست طيبه اهو والله. اديت لهم اتنين كنز وكيس قرص قعدوا ياكلوا. قالوا ما نجيب شاي. قام جاب الشاي، وقف موقف العربيه جنب العشه. قام قال يا خالص سعدي، قلت له نعم. قال لي انا معايا شنطه. فقلت انا معايا شنطه، ام قلبي مقبوض. يعني انت حسيتي يعني قلبي اتاخد، قلبي اتاخد وترعب. فاني قلت له شنطه، شنطه ايه؟ ام قال لي هم كانوا ورا بقى بيفتحوا القفل عشان ياخد الهدوم بتاعتي يحطها في الشنطه اللي هي في البالون اللي هو جايبها. ما عرفش يفتحوا القفل. عايزين يفتحوا قفل شنطتك عشان يحطوا هدومك في الشنطه اللي هو ويسيبوه اللي هو حاطط فيها المواد المخدره. فما عرفش. قام قايل لي انا معايا شنطه، هاتي هدومك ايه، اما نحطها في الشنطه ديت واخد شنطتك اروح. انا قلت له شنطه ايه؟ قام قايل الشنطه بتاعتك عشان ايه؟ الميزان. قلت له انا ما بوديش، انا ما بفتحش الشنطه، شنطتي مقفولة وأنا ما بحبش هدومي تتحط مع هدوم حد. ليه؟ عشان الميزان. قلت له إن شاء الله يكون عليك 1000 جنيه. أنا مال ده، أنا معايا غيران 2 ما يعملوش حاجة. كنت معاك حاجة هدوم ولا معاك ده هدوم؟ مرات الراجل اللي أنت رحاله كان أبوها جايب لها هدوم وإيه ومات، ونفسها في الهدوم دي تاخدهم عندها ذكرى. قلت له انا مال ذكرى ولا مش ذكرى، انا ماليش دعوه. قام قال ازاي وما ازاي.
قمتني متكية على التليفون لفاطمة بتقول لي مالك؟ قلت لها الحكاية كذا كذا. الواد بيقول لي خد الشنطة. فاطمة بنتك. ايه. خد الشنطة وانا خايفة من الشنطة قلبي مقبوط. قامت بوسي بنتها اللي هي معاها هنا في كلية قامت شتمة الولا وقعدت تشتم وتزعق وقامت قايلة لي اديهوني. اللي هو عبد الله ده ايه؟ مصمم انك تاخد الشنطة. ان انا اخد الشنطة. قامت قايلة له شنطتها يابا شنطة اللي انت عايز تديها لي. يا مش واخدة شنط ولا حتى هدومها معاك. قام قايل لها خلاص. المهم شد قبل البيت وزعق لها وهي زعقت له قامت فاطمة واخدة التليفون. قالت له يعني الشنطة ما فيهاش حاجة. وله يا جنب يتحط لي بروحيات ولادي وهو لا متجوز ولا متهبب. يعني طلع ان هو خاطب بس. وحيات ولادي انني انا هظلم واحدة قد امي. هو انا هظلم واحدة قد امي ازاي؟ ده الراجل كان بيدينا بالمليون جنيه اجي يعني بيدوله فلوس كتير يغيرها ويوديها له. وعطيه وجايب لنا فستان الفيزا بمليون جنيه. عايز يخليك تثقي يعني. المهم انك تطمني وتاخدي الشنطه يعني. فانا قلت له لو عملت لو مسكت سلوك الكهرباء مش ماسكاها. طب اهي افتحي ما انا فتحتها لك اهي مدي ايدك شوفي اهل اللي فيها وانت هتلاقيها هدوم. قلت له ولا هدوم اهل هتروح السعوديه دي؟ السعوديه ناقصه هدوم مسخه زي دي تروح لها السعوديه؟ هدوم مقرفه. قام قايل لي يعني هو حاطط في الشنطه اي هدوم كده يعني؟ هدوم لان هو حاطط اهم حاجه المواد المخدره اللي حاططها في العمود بتاع الشنطه في قلب الشنطه. قامت قام قايل لي ده هي هدوم. قلت له مش حاطه هدوم. المهم نرفز وزعق قامت فاطمه قالت لي يعني الشنطه ما فيهاش حاجه ويا جنو يتحط لي ما فيها حاجه. طب فاطمه بتسجل له. وطبعا التسجيل ده كان مهم جدا يعني. ده اللي عرفهم ده. قامت يا مو قام قال لها ويلي قالت له خلاص. فما جيت بقى انا مانيش مطمنه مش مرتاح لا انا خايفه لان انزل من العربيه الواد يخبطني خبطه هو والسواق ويرموني ويقولها ده مشت ما شفناهاش. ويرجع. فاما رايح عند المطار انا على ما نزلت كان هو الراجل بتاع العربيه جاي وقام حاطط له الشنطتين وقام عطى له فلوس وقام ماشي والجواز بتاعي. قمت انا ماشيه وراه. انا لا عمري سافرت ولا عمري رحت هنا ولا هنا. طلعت وراه. طيبه لا انت عارفه ماشي. المطار هتدخلي ازاي ولا هتمشي ازاي؟ قمت انا واقفه بوزنه الشنطتين وقام لازق ايه بدل ما يحط على شنطتين الورقه بتاعتي باسمي حطها على الشنطه الثانيه. وقامت معديه من السير يا استاذ وائل. ازاي تعدي من السير؟ تتعدي من التفتيش ازاي؟ دي طبعا فيها تحقيقات. ده مشكله بتتم. انت تعدي من تعدوا الشنطه ازاي من السير من 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 قلب المطار وهي فيها بلاوي لولادكم يروحوا يتبهدلوا في دولة تانية. يا ريتها دولتنا. وده اللي اداك اطمئنان انها طالما عدت هي ما دام عدت من هنا. قمت انا متصل على فاطمة قلت لها انا كنت ظالمه الولا لا الشنطة عدت ما فيهاش حاجة. قالت لي طب خلاص الحمد لله. رحت يا استاذ وائل بقى ركبنا الساعة 8:30. بس انت قبل ده كله فعلا كان حكاية خدي شنطة عشان بس انا عايز الناس تستفيد من ده جدا يعني. انتي ما كنتيش مرتاحة وما كنتيش مطمئنة. لا يمكن والله ثلاثة بالله عمري ما بقلبت قبض زي نهارها. يعني عندك الاحساس ان الشنطة دي في حاجة. فيها حاجة. اختي مع انه فتحها لك وقال لك ده فيها وانت شفت فيها دوم اي كلام يعني. اختي بتقول ده غيران للراجل. وهو جايب ملابس هدوم اي كلام ما عاملها في قلبها بكبرتايه كده قديمه ازاي؟
ده طبعا يا جماعه عشان الجزء ده في ناس احيانا تقول لك خد وبص وتشوف وتبص ما تلاقيش حاجه فعلا، يعني زي ما انت بصيتي ما لقيتيش حاجه. انا ما بصيتش، انا ما جيتش يمها ولا ايدي لصمه الشنطه نهائي خالص. بيقول لها، قلت لها قمت بعد عنها خالص، رغم ان انا ما نزلت المطار بتاع اللي هو السعوديه. بيقول قلت لهم ان كان عليا بقى خطوه خطوه. ركبت الطياره وقلتي كلمت بنتك، قلتي لها طالما الشنطه عدت كده يبقى انا ظلمتها، ما فيهاش حاجه. فانا رحت المطار بقى هناك، نزلت المطار في ينبع. فهم الشنط ما فيش. نزلت انا واحده جايه من اسكندريه، بقول لها الشنط، قالت لهم. فانا شديت الشنط، هو الراجل بيع اللي كان قاعد تامر هو هينضم لنا بعد شويه. لانه خد جه ممتع الشنطه، بقول له بتعمل ايه؟ قال انا تبع ابو محمود. وامشي، قلت له خد كفايه على شنطتي. وانا ماشيه بالشنطه خدت الشنط على السير وشنطتي معاهم وشنطه الست اللي هي من اسكندريه، وعدوا. انا اخدت شنطتي والست خدت شنطتها، وهو بياخد الشنطه اما ماسكين الشنطه دي. لا، الشرطه في السعوديه في المطار بيمسكوا الشنطه دي، الشنطه قدامهم. اما تاني بقول له فيها ايه يا ابني؟ ده هدوم اهي قدامك قديمه اهي. قام قايل لي يا حاج هي هدوم. قلت له طب خلاص ما دام هدوم. قام واحد قام قايل لي خليكي بجنب كده يا حاج. وقفت بجنب، لقيتهم بيقولوا ايه ده؟ فيها مخدرات. فقلت فيها مخدرات، قمت لطم على وشي وقمت مصوته، قمت مرميه في الارض بسرعه. وقعت على الارض وقمت عليك على طول. قمت بسرعه ما دريتش بنفسي، خدوني دخلوني جوه، فوقوني فين وفين على ما قمت، ومسكوني بقى 4 ساعات ونص تحقيق. أنا شاط والأستاذ تامر شاط، أنا شاط وهو شاط. تامر ده اللي هو كل اللي عمله إنه بيساعدك، يعني إنه بيشد الشنطة، بياخد الشنطة بيحطها. بقول له أنت بتعمل إيه؟ قام قال أنا تبع أبو محمود. أبو محمود ده أنت مش عارفاه؟ معرفش. لأن دكهن قال لي في واحد هياخد الشنطة منك في المطار. فأنت اعتقدت إنه هو ده يعني؟ قلت هو. قلت له خدها. التاني بيقول لي في واحد هيجي في المطار هياخد منك الشنطه. لقيت ده بيقول لي انا تبع محمود والشنطه دي تبعنا. قلت له خد. بس هو طلع مظلوم، هو كمان مش معاهم يعني. هو طلع مظلوم، روخر ما انصبت زي انصبتي بالظبط. قعدنا بقى يتحقق معانا 4 ساعات ونص لما اتبهدلنا بهدلنا. في اخر حاجه قمت واقعه من طولي بقى، ما ادريش الا وانا في المستشفى. يعني وقعتي ونقلوكي عن المستشفى؟ بعد ما اتبهدلنا بقى ما كانش فيه ولا صريخ خالص. يعني مش سهل ابدا، مش كده يا حاج سعديه تبقي واقفه فيقولوا لك الشنطه دي فيها مخدرات؟ مش مشكله، ما انا عمري لا اعرف مخدرات ولا عمري شفتها ولا اعرف الاشكالات دي نهائي. ولو شفت عسكري بترعب. انت ست طيبه والله. والله يعني شفت عربيه بتاع من بتاع الحكومه نبدي بجسم كله بيتنفط. يعني هم بيبصموا، بيعملوني النهارده بيبصموني عشان بياخدوا البصمه، بقيت واقف اعمل كده اهو. الاستاذ ياسر قال لي في ايه؟ جبت تلجي. عمرك ما رحتي اسم؟ لا 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 لا، لا عمري. ولا اتحطيتي في مشكله لا فتلاقي لا لا. نفسك فجاه كده ان الست دي بتهرب مخدرات؟ يا خرابي الله اكبر. قاموا واخديني بقى الصبح من المستشفى بقى لففوني بقى على المحاكم. يعني انت وقعتي في المطار فنقلوك المستشفى ما حسيتيش بحاجه خالص؟ ما جريتش بقى، انا فوت لقيتني بقى ودوني المستشفى بتاع المحكمه او النيابه. بقى مش عارفه. من هنا لهنا البنات بقى بيرنوا عليا طول من ساعه ما مشيت لتاني يوم عشان يعني ما بردش عليهم. فانا قمت قايل التليفون محطوط بقى جنب
الضابط طلع بره وقمت سحبه التليفون وقمت متكيه على اهل فاطمه. بتقول ايه يا ماما انت فانا حته؟ انا عماله ارن عليك. قلت لها انا فانا حته، ده بنداني بيتحقق معايا من امبارح بالليل. قلت بيتحقق؟ قلت لها الشنطه الواقعه حاطط فيها مخدرات. قامت مصوته قام قلبين الدنيا. خدوني بقى على من هنا لهنا لهنا لدختي بقى الدخل اللي في الدنيا. والاخ موديني السجن بتاع طلعوا المخدرات قدامك من الشنطه، المواد المخدره. انا ما شفتش الا العسكري البتاع اللي هو حاطط بتوع على هنا دول ظابط جاي وعامل بتاع حاجه على ايده كده عليها بتاع سلفان اصفر، هي حاجه قد كده اهو وقرد كده، هو ماشي بها كده اهو عاملها كده اهو. قمت انا بوصله كده بقول اهدى يا ولاد، ام واحد قال ده مخدرات دي اللي طالعه من الشنطه من عندك، عاملها ماشي بها كده عشان يصور. موقف صعب قوي يا حبيبتي سعديه. ده انت مش عارفه الضابط من العسكري؟ ما اعرفش والله، ما اعرفش. انا عمري ما وقفت قدام عسكري ولا ضابط خالص، ولا عمري خشيت اسم ولا اي حاجه. شياطين يعني كتر خير الواحد ان قاعد 43 يوم مقفول عليا بإقفال، لان سلطات دوله لقت شنطه، وجدت شنطه فيها مواد مخدره. ما يعني محدش عارف ان انت مظلومه. اقول لهم والله انا ما عمري ما شفت الحاجات دي، ما فيش فايده. بس عندك اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد، اللي هو كان بتاع السجن اسمه المدير، مدير السجن صراحه الله له، الاستاذ احمد. مدير السجن في السعوديه. كان بيعاملني زي والدته بصراحه. اما اتضايق من جوه ابعت له يقوم قايل لهم هاتوه، يقعدني ويجيب لي الشاي والتمر ويقعد يتكلم معايا يقول له اصبري اصبري. ده يعني هو مقتنع ان انت مظلومه. ايوه، يقول لي طولي بالك اصبري. كانت حصلت الضجه هنا بقى في مصر ولا الدنيا كانت مقلوبه؟ هو كان بيشوف الحاجات على التلفزيون، اللي هي الحاجة سعدية بريئة، الحاجة سعدية مظلومة، والمظاهرات اللي طلعت. بيقول لي ده انت عندك بنت شعنونة على هدى. قول لي يا خرابي ده انت عندك بنت شعنونة فظيعة. قلت له طب ما هي الأولى كده. بيحققوا معاكي بقى يا حاجة؟ بس قبل بيحققوا معاكي طبعا، انت أول ما شفت ده أكيد رجعت تاني، إنك انت كنت شاكة في الأول في الشرطة. وقلتي يا ريتني ما طلعت بالشنطه وانا كنت شاكه انا قلت شنطتي معايا. اقول لهم والله ما شنطتي، انا شنطتي اهي، ماليش دعوه، دي شنطه واحد اللي يعني ما هيش بتاعتي. قال لي عليها الاسم بتاعك. وطبعا هنا كمان يعني اقناعك بان ده في راجل سعودي عامل ندر عمره ال 15 ست علشان ابنه، فيعني انت مش هتشك في حد بيعمل خير. لا لا لا، ويجي شيطان زي ده، هو مطلعك وهيطلع ال 15 ال 14 التانيين كل واحده معاها شنطه زيك كده فيها مواد مخدره. بس اللي شريكته اخته اللي هي اتقبض عليها اللي هنا. جات اللي جت تقول لي اطلعي. اللي هي جت دي شريكته. ايوه، بقول لك شافوا التليفونات بتاعهم، لقوهم ان هم كانوا متفقين اتفاقيه جامده، مخططين كل ده مع بعض. لكن حتى الان ما تمش القبض على الراجل اللي هو هناك. ما اعرفش الراجل ده بصراحه. والله يا استاذ مايك، خليني بقى. بداوا يسالوكي في النيابه اسئله عن الدين. كتير يعني، اللي اقوله اعيد. والاخر قمت قايله لهم بصوا بقى، كان ليا ابن عم قال لي، انا ما كنتش اعرف الكلام، قال لي قولوا لهم انا عايزه محاميين من السفاره المصريه.
كل ده كان لسه السفاره المصريه ما دخلتش في الموضوع خالص. ما بقتش، ما كنتش اعرف ان هنا سفاره ولا هنا حاجه خالص، لان عمري ما طلعت. ببص لقيت مين انا هم بيقولوا، قلت لهم انا مش متكلمه لما عايزه محاميين من السفاره المصريه. قام قايل لي ماشي شويه، وببص لقيت اللي بيطبطب عليا من ورا كده، ببص لقيت الاستاذ ياسر والاستاذ مجدي، دول في السفاره المصريه. هم اللي حضروا معايا. ومن يومها بقى الاستاذ ياسر هو اللي ماشي لي في كل حاجه. طيب قعدتي كام يوم في السجن؟ 43 يوم. كانوا صعبين جدا دول يا حاجه سعدية. شفت المر فيهم، شفت المر اللي ما حدش شافه فيهم. يعني تنيتي لما بقيت احط ايدي على السرير كده ايدي كانت بتتكهرب. ايدك تتكهرب؟ اجي ادوس على الارض رجليها كانت بتتكهرب. والليل ياجي وانا بطولي لوحدي في قلب الغرفه، النور يقطع النور ما يقطعش لوحدي، ومقفول عليا بالاقفال والترابيس. انت غرفه سجن انفرادي، انت لوحدك بس في لوحدي ما كانش في حد اصلا. ما كانش حد هناك موجود. اللي كانت بتاجي كانت تدخل تجيب العشاء وتحطه وتخش تقفل وتنام. لكن طبعا احساسك بالظلم وصدمتك من الموقف نفسه صدمه جامده. دي صدمه جامده قوي قوي قوي، يعني عمري ما شفتها في حياتي. طيب طبعا ايام السجن دي يعني كانت في منتهى القسوه، وكنت بتعيطي كل يوم فيها يعني. اما جاني الفرج بقى المدير قام قايل لي بشري السفاره جايه تاخدك النهارده. قمت ساجده على الارض وبس على الارض ورحت. يعني سجدت كده حمدا لله سبحانه. سجدت على الارض وبصت الارض كده وقلت احمدك واشكر فضلك يا رب ان انا هطلع اشم الهواء بره. بقيت اقول له يا استاذ يا ابو حسن، كنت بقول له يا قلب امك او يا ابو حسن طلعني بره بس على باب البوابه اللي بره خالص دي بتاع الشارع، وحط مسدسين في ظهري إيه اني رحت كده ولا كده موتوني عشان اشم الهواء بتاع بره. بس كل اللي انت طالباه خلونا اشم هواء شويه، اشم هواء بره. يقول لي مش بايده طبعا اصله يعني. ما هو انت في النهايه يا حاجه سعديه في عندهم لغايه دلوقتي مهربه مخدرات. لغاية ما يثبت بقى الست دي مظلومة ولا لا، خاصة انه بقت تحصل ضجة هنا في مصر. وكان نفسك بس تشم هوا شوية. وجاه بقى الاستاذ ياسر والاستاذ احمد زكي والاستاذ مجدي لسه كمان القنصل السفير حازم رمضان ده الباشا بتاعنا الكبير ده. لان الحقيقه دول لعبوا دور مهم جدا في القضيه. بس والله قبل ما اجي مكلمني وبقى يعني الواحد مش عارف يقول له ايه، يشكره ازاي، لان هم بصراحه يعني عملوا الواحد عمال جامد. ما هو ده نجاح للدبلوماسيه المصريه. لسه هنتكلم عنه. بس قولي لي بقى هنا يا سعديه، ما فيش شك، ما حطيتيش في ذهنك انه هل الناس هتشك فيا فعلا ان انا لا، لانني معروفه هنا في البلد. لعمري بقبل حرام، لعمري مشيت في اي حاجه حرام، والحمد لله لغايه الاطفال الصغيره. شوف الاطفال الصغيره بتقول ايه. يعني احنا حتى الـ 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 لو تشوفوا يعني المظاهرة اللي مستقبلة الحاجة سعدية امام المطار، يعني فيها اطفال وفيها ده انا هدخل البلد بالليل. بالك لو بالنهار ما كنتش اعرف الطريق اعمل ازاي.
هيستقبلوكي طبعا استقبال الفاتحين. تعالوا كمان نشوف المظاهرة اللي هي في البداية خالص اللي طلعت تضامنا مع الحاجة سعدية في بداية الأزمة. ليه؟ ليقين الناس إحساسهم. ما أنا لسه بقولك تخيل نفسك كده، حد بيقولك والدتك مسكوها في مطار في السعودية ومعاها مخدرات، وانت على يقين انه والدتك دي مش ممكن تعمل كده، يعني اما هيجيلك لوثة عقلية زي ما قلت او ازمة قلبية يعني من الصدمة يعني. فالحمد لله ان الناس لما يبقى في صدمات من هذا النوع بتتماسك يعني. تعالوا نشوف المظاهرات اللي قامت في البداية، لانهم عارفين الست دي انها مش ممكن ابدا تبقى مهربة مواد مخدرة او مخدرات للسعودية. انت منفعله وانت بتشوفي الحاجات دي باحاسيسك يا حاجه سعديه؟ الحمد لله، ده رضا ربنا. ده رضا ربنا. فشفت ازاي الناس متضامنه معاكي وواثقين ان انت مش ممكن تعملي كده؟ الحمد لله. طيب لغايه كده خلاص انت خرجتي من السجن، بدات جهود السفاره، هنا بدا الناس، مع انه ده طبعا ليس تقليديا، كان من المفترض يعني انك تبقي في السجن وتتحولي لمحكمه، وقعدوكي بعد كده في فندق في السعوديه يعني قبل السفارة، قدام السفارة، بيني وبين السفارة اللي هو طريق المدينة. طيب وكمان ظل التعب معاكي، يعني انت حاسه انك لازم عايزه ترجعي بلدك؟ عايزه ارجع بلدي، ابقى حره وارجع بلدي، لان مهما كان ممسوكه برضه. يعني انت خرجوكي من السجن بس احساسك ان انت متهمه، احساس مش كويس يعني. لا. وان انت محجوزه في السعوديه. انت طلعت مثلا روح هنا واتخنق واطلع امشي بره ولا حاجه اخاف، وانا معايا صوره من الجواز بس بخاف. انما الحق لله، السفاره المصريه كلها باطلاقها قامت معايا بمنتهى الاخلاص ومنتهى الحب ومنتهى الشجاعة يعني. بصراحة المصريين ما فيش بعد كده، وأهل مصر كلهم اللي هناك، المصريين في السعودية. هنكلم بعضهم دلوقتي كمان، وأهل السعودية بصراحة والله ثلاثة بالله ما شفت بمثيلهم وباحترامهم. حتى السعوديين كانوا، السعوديين والأمير وكلهم كلهم كلهم بصراحة يعني ما فيش بعد كده. كل الناس متضامنه معاكي كله. وبعد كده قالوا لك هنطلعك وطلعوك تعملي العمره فعلا. ساعه ما طلعت من السجن الاستاذ ياسر خلانا رحت عملت عمره نص شعبان. المستشار ياسر علواني كمان، لانه من الشخصيات اللي لازم نشير اليها كتير صراحة، لانه الناس الحقيقه اشتغلت في هذه القضيه زي ما بقول لكم، دي نموذج لكيف يمكن انقاذ اي مصري يواجه مأزقا في الخارج يعني. فالقضيه دي بمثابه نموذج يجب ان يتم تعميمه ويجب ان يتم تدريسه. وطلعت بقى عملت العمره اللي كان نفسك فيها. نص شعبان ورجعت قبل رمضان، وبعدين في رمضان العشرة الاخيره.
وهنا يعني حلمك في انك تعملي العمرة. الحمد لله يعني الحمد لله وعملتها انا وبناتي. طيب كل ده وانت نسيتي بقى الشيطان اللي عمل كده ولا لا لا لا, لا في دماغي وجرى عليه. لان انا محجوزة في البلد مانيش حرة ارجع. يعني لو حرة عادي انما انا محجوزة. يعني ما تقدرش ان انت مثلا تروح هنا ولا هنا. كل ده احساسك ان انت متهمة وانت حتى كنت كل يومين ثلاثة بتكلم معاكي ولاقيكي في حالة انهيار. وبنزل تحت واقعد وامشي وكل حاجة. ولما كنا بنكلم السفارة السفير حازم رمضان يقول لنا دي خطوات قانونية وكويس جدا انها تمت بالسرعة دي. ولو كده ما كانوش عارف يجيبوني. انما عملوا المحايلات والاستاذ ياسر بصراحة بقى يعني رايح وعمل العملية وقام السلك فيه برضه بتاع العمليه وبقى يجري ويعمل ده وده. ان هو عمل عمليه ومع ذلك يعني كمل برضه معاك. قام من يعني العمليه ولسه تعبان وراح يعمل لي الورق عشان يطلعني. انت رجليك دي وقعتي هناك في السعوديه؟ طالعه قمت مكفيه راحت الحته دي مفرقعه. قام واخدني مجبسها لي. يعني شوف الامريه لفين؟ ابني ده. ربنا هيعوضك عن كل الظلم اللي لاحق بيكي دي. ده يا حاج سعد وكفايه انك تشوفي حب الناس وتفاعلهم معاكي كده. والله يا استاذ وائل انا عندي السفير والمستشار ياسر والاستاذ مجدي والاستاذ احمد و الله فتح مطعم كنا عنده النهارده. ده مين مختار؟ مختار استاذ مختار ده في الجاليه في ينبع. وكنا والله متغدين عنده النهارده في المطعم. ما هو شوفي يعني شوف الأمرية يعني طبعًا. الاستاذ مختار والله ثلاثة بالله يعني هقول لك ايه هنكلمه. بقى يشتلي الشبشب كده ويحطهولي الاستاذ مختار. يشيل لك الشبشب كده اهو ويحطه لي على تحت رجلي ويشيل رجلي يحطها على الكرسي. لا لانك ام لكل المصريين يا حاجه سعدي. كل يقول لي ده انتم منى. الاستاذ ياسر يقول لي ده انتم منى. ده انت ام ليا. بيجي في ذهنك وانت قاعده كده يا حاجه سعديه ان في شيطان يعمل كده يبقى عايز يعني انت نفسك تطلعي العمره فيستغل ده. مش عارفه ده شكله ايه ده. هيقابل ربنا ازاي؟ يعني انت تاخد واحدة تقول لها اعمل لك عمرة تدخلها السجن. ومش ناسية ملامح عبد الله ده وهو بيقنعك تاخد الشنطة بأي وسيلة، مش ممكن تنسيه أبدا ولا تنسي وشه وهو بنصب عليكي وعايز يضحك عليكي. منه لله بصراحة عمر ربنا ما هيسيبه. الظلم اللي ظلمه لي عمر ربنا ما هيسيبه. ده شيطان. لانه المواد المخدره دي لما بتدخل يا حاجه سعديه قيمتها يعني لو دخلت هناك قيمتها كبيره يعني ده فلوس كتير. يصرف الحرام ازاي؟ يصرف الفلوس حرام ازاي؟ دي ده شياطين. اذا كان شيطان طلعك عمر عشان ياخد فلوس يطلع معاكي مواد مخدره يعني فهيهمه الحلال والحرام لا يعنيه يعني. اعوذ بالله. طيب وانت هناك طبعا كان نفسك ترجعي يعني. الخطوه الاخيره بقى بلغوك ازاي؟ قالوا لك تعال. طبعا كان في معلومات عن ان هم مستنيين ان في بعض المتهمين اللي في السعوديه يتم القاء القبض عليهم اولا او ان القضيه يحكم على المتهمين في مصر. كان في ناس تيجي تقول لي ايه ده انت مش هتطلعي الوقت ليه اما يجيبوا الولا. السلطه السعوديه بتقول لما الولا يجي هم سايبينك هنا قبل الولا. قلت لهم يعني انا راهنه هنا عشانه.
الولد اللي قولكوا القبض عليه هنا ده اللي هو عبد الله. اسمه عبد الله. قلت له يعني انا رهن قباله؟ فانا بقول للاستاذ ياسر بقول له حسام قايل لي انت بتسمعي كلام الناس ليه؟ انا اما اقول لك على حاجه باسمعيه. هم شويه اجراءات بيخلصهم وهتروح. في ورق لسه يابا ويخلص وهتروح يوم. بيوم لقيته بيقول لي مبروك الورق خلص. النائب العام خلص الورق. ده بقى اللي هو في اليومين اللي فاتوا يعني. اللي هو اللي قالوا لك انت كده هترجعي مصر. اللي هو في المدينه باين ولا في الرياض. قال لي ده النائب العام خلص الورق وهتروح. رحتي تاني النيابه تاني لا ما رحتش. ما رحتيش؟ لا انا يعني خلصوا لك الورق وخلاص. انا من يوم ما طلعت من يوم الاستاذ ياسر ما خدني ما رحتش اي تحقيق. وانا برضو في البتاع اللي هناك ده ما طلعتش اي تحقيق من يوم ما عملوا التحقيق بتاعي وانا هناك وانا بره قبل ما اروح البتاع ده. ما حققوش معايا خالص. طيب. الحمد لله رجعت مصر و الحمد لله. وبالتاكيد طعم الرجوع لمصر يا حاجه سعديه ده بس هوا مصر يرد الروح. من ساعة ما نزلت من الطيارة قمت مكفي على الأرض وقمت بايسة الأرض. يعني الناس كلها واقفة. بوستي الأرض في المطار. نازلة من على السلم بتاع الطيارة قمت ساجدة في الأرض وبايسة الأرض. لأن ما كنتش أحلم إن أنا أرجع مصر. بقيت يعني فقدت الأمل خالص. لأن ده بلوى. مصيبة مش سهلة. يعني اتهام في منتهى الخطورة يعني. ما تكون واحدة بريئة زيي وانتهم تهمة زي دي يعني. تبقى مشكلة. الحاجة اللي عايزة تقوليها للناس يا حاج سعيد يعني في ناس ممكن تواجه اللي انت واجهتيه ده بس اكيد اهم نصيحة عايزة تقوليها للناس ايه؟ ما اي مخلوق خلقه ربنا يكون مسافر ولا هنا ولا هنا ما حدش ياخد لحد حاجه خالص. لو هو صديقه يعني صاحبه وتحكم على ودبس صاحبه يا عيني وتحكم عليه بالاعدام في السعوديه. ده مين اللي دبس صاحبه؟ واحد قال له ده انا هبعت لك كتب واديها لاخويا ولا هو ابن اختي يعني صاحبه من هنا وبعت له الكتب اتابعه حاطط البرشام في قلب الكتب فبيخدوا اما بيفتحوا اما واخدين يقول لك يتحكم عليها بالشان. ده اللي هو الراجل بتاع اسوان مهندس. يعني ما فيها حرام. اي مخلوق يقول للحد خد حاجه بنقصه نقص عشان ما يقاسيش. لان قفلان السجن على البني ادم بيقطم الظهر. يعني ليله في السجن يعني ساعه في السجن بسنين. انت واضح كانت الايام السجن قاسية جدا عندك يا سعدية. والله انا بقيت اقعد كده قبل اللي هي بتيجي وهي بتقفل باب الاوضة اقول لها طب خلي الباب بتاع الاوضة مفتوح بس عشان اشم النفس ان حد رايح ولا جاي. تقول لك تعليمات لازم عايزين ننام وهي تكون جاية الصبح. كل اللي انت عايزاه بس يفتحوا الباب شوية. يعني ظلم ظلم. طيب وطبعا هنا يعني انت مع انك شكيتي يعني وكان ممكن كان ممكن ما تطلعيش يعني كان ممكن لانك شكيتي فعلا وقلت له انا مش هاخد الشنطه فكان ممكن ما تسافريش وكان ممكن تصممي على موقفك.
يا ريت. لكن هو الشيطان وقعد قعد يقنعك يعني انت وبنتك ومش عارف ايه واللي 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 وانا هظلم واحدة قد امي وانا مش عارف ايه وانا افصل. وعدت من المطار بتاعنا. ما هي المشكلة انها عدت من المطار. وتعدي من المطار ازاي؟ قال لما يكون دافع رشوة جامدة. ما هو طبعا ده فيها تحقيقات بتتم كمان تحقيقات لان الحقيقة يعني ديت مقبوض عليها رشوة جامدة. وزمان ما موشاني بقى ده يمكن كان طلع حد برضه. ما هوش يعني شياطين من النوع ده يعني يعمل اي حاجة يعني. طيب حاجة سعدية يعني قبل بقى ما يعني هينضم لنا كمان بناتك اللي كانوا معاكي وولادك والأستاذ تامر كمان اللي اتسجن معاكي لأنه كان بيساعدك بيودي الشنطة يعني. بس عايز لو انت مفيش شك التعب اللي انت شفتيه والظلم اللي لحق بيكي شايفة أهمية أنك أنت تاخد حقك بالسرعة ده عندك يعني حاسة بإحساس بعد الظلم اللي أنت تعرضتي له بعد الدموع اللي أنت بعد البكاء الشديد ده كله لكن عندك دلوقتي حالة من الارتياح النفسي الحمد لله الحمد أن أنت لله. الحمد العدالة لله. اتحققت وربنا اللي بياخد حق انا ما اعرفش اخد حقي ربنا اللي بياخد الحق ومرتاحه نفسيا الحمد لله دلوقتي الحمد لله الحمد لله الحمد لله لا لكن مش هتسيب القصاص من المتهمين اللي عملوا كده منهم لله هتفضلي تتابعي القضيه يعني منهم لله طبعا طبعا واحنا هنتابعها معاك لانه طبعا يا جماعه شياطين من النوع ده لا يمكن ابدا حد يتخيل شيطانه كده لا يمكن حد يتخيل ان ست نفسها قبل ما تموت تعمل عمرة ربنا يديها الصحة ويطول في عمرها ويلعب باحلامها بالشكل ده وينصب عليها ويضحك عليها ويحط لها مواد مخدرة علشان يطلعها السعودية وكان ممكن تضيع وهو عارف انها هتضيع كان ممكن تضيع يعني هو طبعا كان نفسه الشنطة تمشي تمر هناك فتعمل لهم كده ثروة كبيرة يعني وهو قال لك مين اللي هياخد منك الشنطة هناك يعني مثلا هو بيقول لي واحد هياخدها منك من المطار فده بيشدها انا قلت بس يبقى ده انت قلت هو يعني قلت له خدها لا هو كان في واحد تاني اكيد بعد ما تطلعي انت من المطار هياخدها منك يعني معرفش هم بقى اغبياء لو هم سابوها او زي ما هي واتبعوني كانوا مسكوا اللي هياخدها ما هم يعني ما هم مش عارفين السيناريو ده ما هم يعني هو مفروض ده لقوا في ما انت بتقولي اغمى عليكي انا ساعة ما هم بيقولوا مخدرات قمت راقع على وشي باللطيم ومصوتة قمت واقعة ما هي المخدرات دي تبقى مصيبة يبقى انا رحت بقى وانا ما معيش الا ربنا يعني في حال ما بيقولوا مخدرات قمت لطمة على وشي ومصوتة قمت واقعة في الارض يعني ده مصيبة مخدرات طبعا شوفوا الست بتفكيرها يا جماعة بتقول طبعا لو كان بس انت امام سلطات قبضت على واحدة فيها بتسألت لو يعني عملوا خطة يعني سابوها تطلع من المطار وشافوا مين اللي هياخد منها الشنطة لكن مين هيصدقها يعني كانوا مسكوه بس اصل مين هيصدقك ما هو في مخدرات ممسوكة معاكي هيقولوا داني هم ابوهم يقولوا اني قال لهم والله متعتي خلاص بقوم يبصموا ها على طول صوابع ده يبصموا عايزين يشوفوا قيمة مسجلة ولا لا او عندك قضايا قبل كده ولا لا 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 الله ويبعتوا ده للسلطات المصرية مش حاجة الحمد لله حاجة سعدية ان انت رجعتي بالسلامة الحمد لله أنا بشكر السفارة المصرية مش قادرة يعني أوفي الدين اللي عليا لها
حضرة السفير. ما احنا هنحاول نجيب السفير حازم رمضان هيبقى معانا. والاستاذ ياسر علوان. استاذ ياسر علوان المستشار القانوني. يا خرابي. اللي تابعوا معاكي. ده تعب بصراحة. ما حدش تعب معايا قده. في عز الايام وفي ده وبالليل ولا بالنهار لا. لا يعني هو انا كنت في السجن هنا وهو كان بيجي وهو عامل العمليه يعني يخلص الورق جنبي عشان ما يجينش وقال لي ورحمه ابويا ورحمه ابنك انا ماني جاي داخل البتاع ده اهو قال لما اجي اخدك من ايدك واطلعك. طبعا المستشار القانوني ياسر علواني في القنصليه المصريه في جده نموذج للفخر. فعلا طبعا كل العميل كل الناس يعني وهنكلم دلوقتي بعد شويه القنصل المصري في جده السفير حازم رمضان كمان لان الحقيقه وهنكلم البعض لسه. قضيه الحاجه سعديه يا جماعه نموذج لانقاذ المظلوم. ازاي الناس هنا ممكن تضغط وتساند المظلوم. ازاي الدوائر السياسية والامنية والقضائية في مصر والسعودية حينما تشعر بان في مظلوم تعمل ايه؟ صحيح القانون قانون. صحيح الناس امامها شنطة فيها مواد مخدرة. كان يمكن التعامل بصلابة القانون وخلاص. لكن ده نموذج في انك يمكن ان تنقذ مظلوما يمكن ان تحقق العدالة. يعني طبعا الايام كلها كنت مفيش يوم ما كنتيش بتبكي فيه يا حاجة سعدية. كل ايامي كانت يعلم بها ربنا. تتذكر اولادك واحفادك وكل الناس. بتقبل لا لنده على اولادي. تكلميهم كده. اكلمهم واكلم ربنا واكلمهم. لان الحيطان عاليه قوي وحديد والسلوك وكده ما بتقف انده بالليل. حيطان السجن السقف عالي وال والحديد وفوق من الحديد سلوك وفوق من السلوك بتاع شنبر كبير كده ولا عشان ما حدش يعدي. ومن اللي هيعدي على ده؟ الحمد لله الحمد لله وهطلع فاصل عشان